Even Sudan, Bulgaria, Mexico, Musicalia. برفع علم السودان كدولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها. اليونيتي زمنه ولا اليونيتي ده خلاص. نحن قاعدين في الدولة، دولة بتاع جنوب السودان، دولة بتاع أرض السود، دولة كوش، دولة جديدة في العالم الأسفلوية. أنا مرغم مكي طيفور، مشهور باسم طيفور. أنا نور الدين عطا المولى جابر، مواطن سوداني. أنا كسوداني وبالتحديد من منطقة جبال النوبة، من أصول شمال السودان لكن مولود في بور السودان البحر الأحمر. بحس بأنه الانفصال مش كويس، فالمسألة شوية صعبة بتاعت الانفصال دي خالص، ما مقبولة بأي مقياس. طب خلاص لما يفصل الجنوب، انا كجبال نوبة نيل ازرق من حقي انه انا اطالب بتحرير المصير، اطالب برضو بانفصال. فدلوقتي الجنوب حيتفصل، بعد شويتين برزون حتتفصل، يعني بعد شويتين كله قبيلة حتقول دايرة منطقة معينة عشان هي تعيش فيها بحريتها او بالراي، لانه في فرض من القوانين على بعض القبائل صعب شوية. يعني انت ممكن تكون قبيلة وتفرض اتجوتك على القبيلة الثانية. اضطريت انه اترك السودان واجي مصر، اساس انه مصر يعني وضع الناحية الامنية يعني كويس، والناحية الاقتصادية برضو يعني افضل من السودان. فانا في مصر اصبحت لاجئ، قدمت للمفوضية الأمم المتحدة وأدوني بطاقة حماية. دلوقتي قاعد في مصر بقالي 6 سنوات، شاركت في مهرجان في واشنطن دي سي، مهرجان جون كندي سنتر. فالمشاكل كثيرة في البني آدم أصلا، طبيعته كده مشاكل، يعني هو غاوي مشاكل أصلا، يعني حاجة مركبة جواه. الأفضل إنه الناس تكون عايشة وحدة في ظل وحدة، وحكومة تكون ديمقراطية كل الناس، أو على الأقل يعني كان ممكن يكون نظام الحكم فيدرالي، باعتبار إنه كل منطقة يحكموها ناسها، وزي الولايات المتحدة مثلا الأمريكية، الولاية بتكون باعتبارها زي دولة فيها قانون وفيها حاجاتها وكل الأشياء اللي بتخصها، حتى مواردها بتكون العائد بيرجع للولاية ذات نفسها، يعني مفيش ولاية بتدخل في شؤون ولاية تانية. يعني الناس فتشت للثروة والمال والسلطة لدرجة انه البلد اتفصلت، راحت من ايدهم، يعني ده في التاريخ حيتكتب. يعني الواحد دلوقتي لو ماشي لأصدقاء والعازفين والفنانين اللي موجودين في جنوب هياخد فيزا، ممكن تاخد يمكن لا. فالمسألة شوية صعبة بتاعت الانفصال دي خالص، ما مقبولة بأي مقياس. يعني الحكومة ديكتاتورية، الحكومة باطشة، الدين، تنفيذ الشريعة الإسلامية، الحاجات دي بتجي ستيب باي ستيب، ما هجوم. وتعرفين الناس، السودان مستهدف والدنيا مستهدفة، سلت غزة على العالم. انتوا بتقولوا سلت غزة على العالم، لكن بقت سلت المشاكل دلوقتي، بقت سلة المشاكل، يعني سلة كبيرة. تنتهي من المشكلة دي تطلع مشكلة، تنتهي من المشكلة دي تطلع مشكلة، تنتهي خلاص الأجيال حتتوارث المشاكل، ما حيكون في حل. لكن ما وقت فات، الوقت فات خالص.
6، وطبعا بعد نهاية اليوم هيكون في العد، عد الأصوات، فرز الأصوات عشان إعلان النتيجة في نفس اليوم في نهاية اليوم. طبعا الواحد ما يقدر يقول إن النسبة الغالبة إيه، الوحدة أو الانفصال. طبعا معروف دائما أن الأخوة الجنوبيين أو السودانيين بشكل عموما دائما يعني بيعبروا عن مشاعرهم في المناسبات زي دي. أنا كمراقب وإحنا كمراقبين ما نقدر يعني نصرح بنقول إنه مثلا كده النتيجة نعم أو لا، لكن حتى الآن نسبة 85% الناس اللي جات صوتت. المركز مركز المعادي مسجلين فيه 1452. حتى الآن إحنا الأصوات اللي إحنا الاختراع وصل لحد الآن 1250، وده معناه إنه نسبة أكثر من 80%، لكن مش معروف النتيجة إيه، فدي هتكون مفاجأة. خلينا مفاجأة. انا تمام والله الحمد لله، هو زي ما قلت لك بس اليومين دول هم مدعوكين مع الاستفتاء والكلام ده. انتوا كيف هناك الاستفتاء بالنسبه للجنوبين في بريطانيا؟ مش في مراكز الانتخاب؟ وانا كمان انا حزين عشان كده. انا عارف انا مش من السودان، بس انا حاسس ده اخواتي يعني. انا المشكله فين؟ او انا كل الناس في اوروبا، الحكومه في اوروبا هم مبسوطين عشان دلوقتي عشان الايوة بيروح من المسلمين. هم بيفكروا هيك عشان الحكومه في السودان هم مسلمين وهم حتى السبب هم مبسوطين مش عايزين. بس ده شيء ده خساره يعني. مكتبانية ما قفلت، لكن بالنسبة للسودانيين وقف السفر خالص من 2005. ما فيش سفر خالص، وده السبب. أنا أصلا كنت مواطن أسترالي، وده السبب اللي خلانا إنه ما نمشي. ما قالوا خلاص أسباب اللجوء انتفت والحرب وقفت وحصل اتفاق السلام والأوضاع استغرت وما في طريقة تانية للسفر إلا العودة الطوعية. قرن هو إيه اتمرد عشان الجنوب مهمش انتستان. الجنوب جنوب ساوث السودان يعني ما فيش تنمية، ما فيش شغل، ما فيش جباب يعني فينش. فهم قالوا ليه إذا كان الشمال السودان في تنمية إزاي الجنوب ما فيش تنمية؟ هم تمردوا عشان كده. المشكلة دي تغيرت، بقت مشكلة دينية، وتاني بقت مشكلة لون، وتاني بقت مشكلة عرب، وتاني ليه خذوا كل الحياة اللي تنوع اللي عندهم مسكوا فيه كمشاكل. فهو كان بيقول لهم نحن ربنا خلق الناس كده، الناس كلهم مكسة مع بعض. صح. ده كده وده كده، ليه المشكلة؟ ولا خسارة كبيرة. نحن هنشاكل ليه؟ ده قتلوا العمل ده. مين اللي قتل؟ دي العقل هو اللي يقول لك. ده هو اللي يتكلم. لك. لكن أسي والله في النية يعني، لكن بس تقولش إن الأوضاع ذاتها يعني صعبة شديد جدا. أنت عارف مصر هنا الوضع فيها صعب، عشان تكون عندك أسرة هي صعبة جدا. خلاص أوكي، نحن احتمال نروح لبكرة. والله الراجل طبعا عمك يتوفى بزيت. يا الله يا توفى يوم رأس السنة كان كويس، ما عنده أي حاجة. عشنا 10 سنة في مصر، ما أخذنا الجنسية المصرية، وعايزين نمشي السودان نرجع. خلاص ممنوع يعني، مفيش فايدة، مش مرتاحين يعني. منتقلين للوكيشن آخر. إلى أيوه. إلى لوكيشن تاني. لوكيشن آخر. اللوكيشن ده خلاص أخذ وقت.
ما عجيب ولا اي حاجه. في خير جاي. تخيل انا حسيت كده؟ اي في خير جاي. يعني انت ما بتعرفه؟ اي في خير جاي. ما تستعجل. يعني متنا مثلا؟ قال لي الجنوب حتفصل. الجنوب خلاص الجنوب انفصل. اي. تعرف نسبة الاستفتاء كم؟ 85% مش؟ 85 دك انا ما اعرف في السودان، لكن هنا عندنا 96% الناس سجلوا كلهم جو صوتوا الا نسبة 10% ده الوحدة. لا الانفصال خلاص يا خليهم انفصلوا هلو. اي انفصلوا يا عم، ده حكم من حقوقهم. ناضلوا ده حكم من حقوقهم، فصلوا من الشمال. يلا ننتظر مشكلة دارفور بعدها. بتاعت النوبة دي شيء في سكتين عليها. مشكلة تبع النوبة؟ لكن بتاعت دارفور عشان المحكمة. العبادات. هيرادون بطريقة كده كويسة. أنا آخذ حكم ذاتي، ما عايزين حياتي. بس. أنا مش عشان أضبط باقي حاجاتي، لسه برضه ما. أنت هتروح لبكرة صح؟ أي طبعا لبكرة. تمام. كله لبكرة. جيب لي نص نقل. كله هنروح لبكرة. بس من الظلم والظلم في الناس واللي هو بيعمل في الناس. هو قال لك ان حددنا الجنسيه السودانيه ولسه ما انشغل. قال لك لا بعد الانفصال. بعد الانفصال بعد يوم 9 ده قال لك ان حددنا الهويه السودانيه. انت مين؟ انت واحد من قصاد مئات الجنسيات اللي حق ما يحق لك تتكلم. تطلع لجنه من جميع القبائل الموجوده دي المتعلمين. وليه البشير يقعدوا مع بعض؟ هم اللي قرروا الجنسيه مش انت. تحدد الهويه السودانيه. لا لا اكيد اذا البشير استوطنت في البلد هتاخد جنسيته بعد كم سنه مثلا. مش عارف الدستور بيقول ايه. لسه ما هو ده الدستور بتاع الجنوب اللي طبعا لسه اللي قدموا منزلين دلوقتي شهر 7 عشان نزل الدستور الجديد. بشير انفصالي اكثر مني. اكثر من سلفكين. اه مطبق مع السلفكين. انا امشي انت تمشي نطبق الشريعه. بص امير المؤمنين هنا وانت تكون هناك الحاكم وخلاص انت هنا. انت هناك دوله علمانيه انا هنا امر المؤمنين. ما هي لازم انت المؤمنين وين صار عندك ناس مسيحيين حتتعامل معاهم كيف؟ والدين الاسلامي بيقول لك لا كراهه في الدين. ما عندنا لازم بس ورينا انت حتتعامل معاهم كيف؟ ما في اقباط. ايوه دي مين؟ خلي بالك في اقباط مسيحيين. خلي بالك مش في اقباط. في ناس في السودان اصلا جايين من الجزيره العربيه اللي هو اسمه الحلب عندنا. الحلب ديل مستوطنين وسودانيين وناس كويسين وفي الاقباط. في الاقباط؟ الاقباط كلهم مسيحيين. يعني انت حتتعامل حتطردهم حتطرد انت. ما يعرف ما يطردهم. ما يمشوا وين؟ بعدين خلاف ديل اساسا ما جنوبيين. شوف ما يعمل حاجه. ولا شماليين. اها. ديل اساسا جو من زمان. من زمان وبعدين. استوطنوا في السودان في الخرطوم. خلاص. اسمهم بيو سودانيين؟ النقاده. قبيله من العرب. اسمع في قانون الجوازات السوداني انت ممكن تاخذ الجنسيه بالتجنس اذا انت مثلا جاي من برا السودان قعدت 10 سنه متواصله تاخذ الجنسيه. دول قاعدين لهم 100 سنه بس خلاص. كيف ما يكونوا السودانيين مثلا؟ لا سودانيين طبعا. السودان عايز الحكومات اللي بتجي عايزه السودان كله يكون عرب وشريعه اسلاميه. الناس ما فاهمه ما معنى الشريعه الاسلاميه. ما هي صوت؟
وتخويف وجلاليب وعمم. لا تمام. لا انت اول حاجه شوف الناس دي، خش معاهم تحت، اقعد معاهم تحت شوفهم بيتعاملوا كيف، وديهم الجرعه اللي هي هتاثر معاهم. طبعا مش تروح انت بس لب 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 لب. ها لا عرفنا نفسنا افارقه، لا عرفنا نفسنا لساننا عرب، لا عرفنا نفسنا نخرتنا دي تشبه الافارقه ولا تشبه العرب. كلام فاضي. الشريعه يعني عباره عن عقوبات بس. عقوبات ده احنا نفهم من الشريعه بس عقوبات. عقوبات ما فاهمين ايه حاجه. طلع عقوبات ما فاهم حاجه ثانيه اصلا. الشيخ ما هيقعد في البلد. ايوه بيجلدوا البنات وما بعرف ايه ويجلدوا السكر. والله نحن مع النظام ونحن مع الجلد، لكن بتاعي في الوقت النظام في الحركه الشعبيه بتاع السودان، في الحركه الشعبيه السياسيه اس بي ال اي اس بي ال ام. اس بي الاول او ما بدات، او ما بدات التمرد كده حركه مسلحه. ايوه بعدك لما تحولت لحركه شعبيه بقت سياسيه. ايوه بعد اس بي ال ام اس بي ال ام ليه؟ لأنه هو عنده أفكار، هو غير الخط السودان ده قدامه كده وعارف حاجة هيتعامل إزاي. ما حيجي يتعامل بحساب إنه هو مسيحي ولا حاجه هيتعامل بحساب. لا أنا كله في السودان كل واحد بدينه. ما مشكلة في الدين. ما مشكلة في الدين. الحكومات اللي قاعدة تمشي كده أنت تلاقي الدين، الدين ماله مال الكلام ده. جونجر كان عنده مشروع دولة. بالظبط كده. زي عندنا كان النوبة مثلا في السودان. برضو من الناس المتحدين بيطالبوا بتغيير المصير زي شعب النيل الأزرق. النهارده الجنوب انفصل، بكره ممكن جبال النوبة تنفصل، ممكن دارفور ينفصل، ممكن ممكن وممكن يبقى السودان هيتقسم لستة دول. رحت أقصى الجنوب اللي هو مع أفريقيا، عرفت إنه الحرب دي أصلا ليه؟ ما عشان مسلم ولا عشان مسيحي ولا عشان كل أسباب. صح أنت مشيت عشان في أرض بكر صالحة للزراعة. ده الموضوع. المهم أنا لحد آخر السنة دي بيحكي معاد أجي السودان. أيوة أيوة أجي السودان وأكمل النشاط هناك. ما دي بلدنا عالم شوية يعني. يا نموت فيها نعيش أحرار. معلش بس عشان الرصيد خلاص قرب يخلص. بلاش حياتي للشباب كلهم، خالد وعبد السلام وسعيد والناس كلها على قول السلم عليهم. قالوا الناس ذكرتها خاصمة. تذكر السنة اللي فاتت زي الوقت ده كنا بنلعب موسيقى في السطوع عندنا هنا. ايوه يا سلام. يا ريت والله ان شاء الله انا هجيك السودان نلعب موسيقى تاني. ايوه ان شاء الله. شكرا. يلا باي باي. باي نوري. اه وحشنا والله يا نوري. نوري وحشني جدا يعني. انا لازم اجي السودان. Thank you.